شو هالحكي يا مو؟ بدك يعني اتجوز سعاد؟ يا عود عود، إذا الشرع محلله أنت بدك تحرمه؟ لك يا مو، سعاد بعتبرها مثلها مثل أختي، بدك يعني اتجوزها؟ لك يا ابني هذا الحكي لما كان أخوك طيب، هلا هو توفى الله يرحمه، بعدين أنت أبدًا من الغريب. وشو قصدك؟ لك ابني أنت بيهون عليك ولاد أخوك، يربوا عند رجال غريب؟ لك ومين قال بدهم يربوا عند رجال غريب؟ لك يا ابني يا حبيبي سعاد خلصت عدتها، بكره أهلها بلشوا بينقوا عليها بدهم يجوزوها. لما أهلها بده ينقوا عليها مشان تتجوز تروح تتجوز، الأولاد بيتموا هون. وين هون دخيلك؟ أنا قدراني أقوم فيهم؟ أنا فيني 100 مرض و100 علة. ولا إن شاء الله مفكر حالك إذا تجوزت مرتك حتدير بالها على أولاد أخوك؟ بوس إيدك يا مو، بوس إيدك طلعيني من هالضرب، مو خرج. وينك؟ شوف هنن كلمتين مالن تالت. يا بدك تتجوز مرت أخوك يا بغضب عليك، فهمت؟ هدول الأولاد ما بصيروا يربوا غير تحت جناحك أنت. وبعدين يا حسني بعدت لي خبر وجبتني كرفتي ولهلا ما حكيت ولا كلمة. طيب احكي ريح لي قلبي. مثل ما بتعرفي أخي الله يرحمه توفى، ومرته صفية هي وهالولاد عايشين بهالبيت. الله يصبر قلبه. وبصراحة أمي خايفة تروح سعاد تتجوز وتشحط الأولاد معها ويعيشوا عند حدا غريب. أي والله أمك معها حق، وكمان سعاد من حقها تتجوز. لتكون أنا بصراحة خايف أمي تغضب علي، فأنا مضطر يعني. بدك تتجوز مرت أخوك؟ أقسم بالله أنه أنا بحبك، بس يعني لك ولا كلمة، لك لا تفتح أمك بولا حرف، لك أنت ما فكرت فيني، لك ما فكرت شو بده يصير فيني من بعدك. لك اسمع، لك ولا كلمة. حميدة مبروك سعاد. اسمع هالكلمتين كتير منيح مني. أنا إذا قبلت بهالجوازي فهو كرمال هالولدين اللي عندي يلي تيتموا على بكير، وكرمال أهلي ما يتمقطعوا فيني، وكرمال ما يجيبوا لي عريس ما يرضى يربي أولادي، وأنا ما بقبل يتربوا أولادي بعيد عني. وانتي بتعرفي انا كرمال الاولاد اتجوزتك مشان ما يربوا عند حدا غريب. كتير منيح، معناها متفقين. انا وياك بهالغرفة ما رح ننام. تعالي. يعني بارك لك من جوازتك من الست سعاد خانو. لك شو بدنا نرجع لنفس السيرة؟ ليك حسني أنا مو متحملة حالي منوبة. لك أقسم بالله العظيم هالجوازة صارت غصب عني، عم قلك غصب عني. تعي تفرجي علينا، كل واحد نايم بقرني. هلا بدك تقنعني إنه اثنين عرسان جدد كل واحد منهم عم بينام بأوضة؟ لك عم أحلف لك يمين، وهذا الحكي بناء على طلبك. إيه ما عم تدخل بعقلي. لك روقي أنت، ليش ما عم تدخل بعقلك؟ أنا رح فهمك. هي سعاد أخذت أخي الله يرحم روحه لأنه كانت تحبه كثير وحاربت الدنيا مشان تاخده، وشي طبيعي تتذكره وما ترضى تاخذ غيره. أي وطالما كل هالقد كانت بتحبه لأخوك ليش لحتى تتجوزك إلك؟ لك مشان الأولاد، مشان يبقوا الأولاد تحت جناحها، والله مو أكثر من هيك. لك إن شاء الله بالطاقة إلى نصنا أختي شو بحبك. إيه يعني لساتك بتحبني؟ لك أنا بموت عليك.
والله يلي بدك اياه بده يصير. ان شاء الله بتقبر قلبي. روقتي؟ روقت. يلا روحي. حاضر. اختي هذا دراعه بمثليك، شو قلتي؟ طب برجع لعندك. اهلين وسهلين يا ميت، اهلين وسهلين. حسني؟ حسني؟ شبك وين شاري؟ شو؟ حاسك مو مبسوط بهالجواز يا؟ شو بدي اقول لك؟ شو بدك تقول لي؟ احكي قل لي فضفض. انت بتعرف انه انا بحبها لحميدي، وجوازتي من مرت اخي لا على البال ولا على الخاطر. وشو هين يعني المشكله؟ انا ماني شايف مشكله. الزواج اسمه ونصيب، وهي اسمتك وهذا نصيبك. لك شلون اسم النصيب؟ بعرف اسم النصيب، بس انا عم اقول لك بحبها لحميده، بحبها لهالمخلوقه. لك حاجه بقى، حاجه لا تعلي صوتك، انت رجال متجوز صرت، وحميده تركها تشوف حياتها. لك شلون بدي اتركها؟ فهمني شلون؟ هي لا تتركها، نزلها ضرها لك انا على مرت اخوه. ما بترضى. ايوه، ليش مرتك على اساس بترضى يعني؟ مرتي؟ ليش هي بالاصل مرتي؟ شو قصدها؟ ما قصدي شيء. هاي لهون لشوف، انت ليش عم تخلي جوزك ينام على الصوفاية؟ والله يا مرت عمي قلت له انا بنام برا وانت نام جوا، بس هو ما رضي. يا بنتي هذا الشيء اللي عم تعمليه مع جوزك حرام حرام. لا سمح الله، انا شو عملت يا مرت عمي؟ لك يا بنتي انتوا مو كاتبين كتابكم؟ صح. مو متجوزين؟ مزبوط. ليش كل واحد عم ينام بديره؟ بس انا وياه متفقين مرت عمي. بلا متفقين بلا بطيخ، بعدين شو هاد حاطه لي على راسك؟ متغطيه من جوزك مثلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أوف. ماما يا الله. أهلين ابن عمي. هي أول مرة بتقولي لي ابن عمي. أنا آسفة. لا بالعكس، طالعة من تمك مثل العسل. أمي وينها؟ راحت عند الجيران تشرب قهوة، بدك منها شيء؟ لا سلامتك، بس قلت لحالي نازل على السوق إذا بدها أغراض مش عاجب لها الطريق. قالت لي ما بدها شيء. أنت بدك شيء؟ لا سلامة قلبك، خير الله وخيرك كثير. الأولاد مشتهين على شيء؟ والله محمود مشتهي على أكلة حلو. أحلى أكلة حلو. والله انت الحلو. شرفي يا اخي، ان شاء الله الف مبروك. معوضين يا اختي معوضين. الله معي. شو حسوا؟ شايفك مروق اليوم. اللي شايف حميدي قبل ما تيجي لهون؟ شو جاب سيرة حميدي؟ لا لحالي هيك عم اضحك. لك ان شاء الله بتضل تضحك طول العمر. بدي اسالك سؤال. احكي. اخي الله يرحمه يكون زعلان مني قبل ما تجوزني. بالعكس يا رجل، شو عم تحكي؟ قال زعلانة؟ لك بيكون مبسوط كثير منها، انت صنت عرضه، لك حميت له اولاده. بعدين حاجتك لسه حامل لي هالسلم بالعرض حاجة؟ لك فضفض، شيل بقى هالتفكير من راسك. أهلين أختي، يا ميت أهلين وسهلين. عود عود. بريد شو بدك؟ هاي يمه هاي اللي على راسي. ابن عمي
كأنه الطقس صار بارد هون مو بجوز تضل عم تنام هون. ما بيأثر. لك اجيت مشان شوفك اذا عايش ولا ميت ولا شو وضعك. وليش هيك عم تحكي معي؟ لك لانه صار لك اكثر من شهر ما مرقت على الحاره وبمرق من جنب الدكانه ما بتلتفت لي. حقك علي. شو صار معك مشان مرت اخوك؟ ما صار شيء، شو بده يصير يعني؟ بحسني لا تجنني. ايمت بدك تبعت اهلك مشان يخطبوني؟ هلا انا مالي جاهز. مالك جاهز؟ اي وان شاء الله بدك يعني استنى اولاد اخوك ليكبروا لحتى تطلقها للخانه. عندي حل. اذا بترضي انا جاهز. شو هو؟ تنزلي على ضره؟ شو امرت عيني؟ بدك يعني انا انزل على ضره؟ لك عم بدك يعني زت مرت اخي هي اولادها بالزقايق؟ والله بتزتهم بالزقايق بترميها عن الاسطوح انا ما دخلني. لا تحكي معي بهالطريقه مشان ما تسمعي كلام ما يعجبك. الي انا هذا الحكي يا حسني؟ ايه الك هذا الكلام. تعال قلك مشان بري زمتي قدامك انا طلبت منك تنزلي على ضره وانت مالك رضيان. لك انا بس اللي بدي افهمه انت ليش كل هالقد بتمسك فيها؟ اذا منشان الاولاد والله العظيم انا بربي لك ياهم. انا مو مشان الاولاد، انا لاني بحبك. سعاد لوين رايح؟ رايح على بيت أهلي. ليش حتى تروح لبيت أهلي؟ يمكن أنا تسرعت. تسرعتي بشو؟ إني حبيتك وأنا ما بدي أوقف عائق بينك وبين البنت اللي بتحبها، والأولاد خليهم هون أنت ربيهم. بس تفضل مرق لي ورقة طلاقي حبيت أهلي. بدي لك شغلي، بسم الله إني حبيتك، حبيتك من قلبي. اسمعيني شوي بس بدي احكي معك كلمتين. بدي اياكي تعرفي انه حسني ما بده اياكي كرمال الاولاد وبس. حسني بده اياكي لانه هو عن جد بحبك. انا بعرفه كثير منيح وقت اللي بيكون عم يحكي من قلبه.
هلا هو صحيح كان يحبني وما كان عم بيكذب علي، بس حبه لإلك خلاه إنسان. لهيك بدي منك ترجعي على بيتك وتديري بالك عليه وعلى الأولاد. حسني ما في منه.